أموركم طيبة؟ الحمد لله. طيب يا أخوان، أول المشاهدين الكرام، أنا محمد المسردي أعتذر منكم اعتذار تام. الدولاب إلى الآن ما خلص، خلص البارح في الليل وصار عنده شغلة خطأ فأجلناها، ما نبي نطلع لكم إلا بالشكل الكامل اللي يرضيكم، لأن أنتم يا مشاهدين الكرام أنتم أساس البرنامج وأنتم أساس النجاح، فآثرت على نفسي إلا أني أطلع وما أخر فقرتي علشان ما أخرب على أخواني المقدمين الثانيين فقراتهم. اليوم بإذن الله راح يكون معنا صندوق الحظ الأكبر. اليوم ما في صناديق من 1 إلى 30، والله أني مجهز الأظرف من 1 إلى 30، لكن ما راح نستخدمها، راح نستخدمها بإذن الله الأسبوع القادم في الدولاب. ومجهزين الأسماء، كم عددكم؟ 23. لنفترض بإذن الله 23 اسم إنهم جاوبوا صح، راح أحط أسماءكم بالفازة هذه وبختار شخص بعد ما تجاوبون على الأسئلة. حلو، راح نختار اللي بيجاوبون صح، راح نختار أسميهم هنا في الفازة، وراح نختار شخص واحد منهم بالحظ وبنسأله هل يقبل بصندوق الحظ الأكبر ولا لا باللي فيه. يكون موجود ما أدري، أنت حظك، أنت شجاعتك تقبل فيه ولا لا. هذا راح يكون معنا صندوق الحظ الأكبر في جميع فقراتي. إيه، والدولاب إن شاء الله بيجي الأسبوع القادم اللي هي الصناديق المعتادة من 1 إلى 30، ونختار اسم اللي جاوبه بالفازة ونختار شخص واحد ويطلع على صندوق الحظ الأكبر. سم هذه خلها، هذه في الأسبوع القادم بإذن الله راح تكون في صناديق الحظ، لكن الآن تكلم لك عن صندوق الحظ الأكبر وأسماءكم هنا. أي شخص يجاوب راح يحط اسمه هنا، وراح أختار عن طريق الحظ من بيفوز بالصندوق الحظ الأكبر. جاهزين؟ نبي حماس يا الربع، نبي اسمع حماس أقوى. حماس، والله أعطونا القرعة يا أخوان، أعطونا القرعة.